وقف جنب اخوات العراقيين لعارض الفساد، وجيت حبا للسيد مرتضى وانا مصري واحب السيد مرتضى وهو راعي الاصلاح، واتمنى يكون رئيس للعراق. هو رجال التنزيل وبيعارض الفساد كله، هو بنادي العراقيين يلي بالعراق كلهم يلي بيحب السيد مرتضى وبدهم البلد تصلح ويتزبط حالها بلديهم. يا وقت جاي بالعراق شهر ونص، صار لي شهر ونص. انا جاي اساند السيد مرتضى واساند اخواتي العراقيين، انا مالي سالفه بهاي الشغلات ولا الي اي شغله ولا الي مصلحه، بس انا شايف البلد مخربطه وهادي يتحكم بهاد وهادي يتحكم بهاد، يعني الكهرباء كل شويه تقطع، الميه تنباع بالشارع. ما تزعل مني، البلد يلا الميه تنباع بيها بالشارع ما بيكون بيها خير. هنا مصريين كتير، اتقابلت بمصريين كتير بالعراق كلهم يقولوا لي يا ريتنا ما جينا العراق.